السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فجزى الله خيرا من قام على هذه الدورة المباركة، وجزاكم الله خيرا على حضوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن يجعلنا أول العاملين بما نعلم. الموضوع الدرس هذا هو التعريف بكتب أحاديث الأحكام، وسوف نتناول فيه الموضوع من عناصر متعددة إن شاء الله تعالى، مقسومة على هذين اليومين، اليوم وغدا إن شاء الله في نفس هذا التوقيت. فسوف نتناول بعون الله تعالى تعريف أحاديث الأحكام وذكر أول من صنف فيها والغرض من تدوين كتب أحاديث الأحكام ومصادر الأحاديث ومصادر أحاديث كتب أحاديث الأحكام وأهم الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام وأهم شروح كتب أحاديث الأحكام، وذلك بالاختصار قدر الإمكان إن شاء الله تعالى. فأولا، التعريف بأحاديث الأحكام هي الأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية. الأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية. والأحكام كما لا يخفى عليكم أحكام قسمان، أحكام شرعية اعتقادية وأحكام شرعية عملية. فالأول يسمى العقيدة أو أصول الدين أو التوحيد، والثاني يسمى الفقه أو علم الفروع. فأحاديث الأحكام الغرض الأصلي منها هو القسم الثاني، يعني الأحكام الشرعية العملية. الأحكام سميت عملية لأنها تتعلق بأعمال المكلفين، أي أعمالهم الظاهرة كالصلاة والصوم والبيع وغير ذلك. فإذا أحاديث الأحكام معناها أدلة المسائل الفقهية من الحديث الشريف، أدلة المسائل الفقهية من الحديث الشريف. فكلمة الأحكام في قولهم أحاديث الأحكام، إما أن ال في كلمة الأحكام ال العهدية، ويكون المعهود هو الأحكام الشرعية المعروفة المدونة في كتب الفقه، وكأنهم يقولون ألفنا لكم هذه الكتب الفقهية وهذه أدلتها من الحديث الشريف، فتكون العهدية في الأحكام. ويمكن أن تكون هنا الاستغراقية، وحينئذ تكون كلمة الأحكام من العام الذي أريد به الخصوص، فإن كلمة الأحكام تشمل كل حكم في الشريعة لكن أريد بها خصوص أحكام الفقه، فكل ذلك ممكن. ومن ثم فالمراد كما قلنا بأحاديث الأحكام هي المصنفات التي اختصت بهذا النوع من الحديث، المؤلفات التي جمعت دليل المسائل الفقهية من الحديث الشريف. وبهذا يعرف الفرق بين كتب أحاديث الأحكام وكتب الحديث العامة. فإن كتب الحديث العامة، الجوامع والمسانيد وغير ذلك، كتب السنة العامة، هذه ضمت أحاديث الأحكام الفقهية والعقدية وما يتعلق بالسير والمغازي والطب وغير ذلك من الأبواب التي وردت فيها أحاديث نبوية شريفة، بخلاف النوع الأول المقصود هنا وهو أحاديث الأبواب الفقهية. لكن هذا في الجملة، وإلا فكثير من المصنفات في أحاديث الأحكام ضمت إلى أبواب الفقه أبوابا أخرى
غير معهودة في كتب الفقه كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، لأن بعضهم ذكر مثلا الأحاديث التي تتعلق بالأذكار والأدعية والرقى والرؤى والطب والفتن وأشراط الساعة وغير ذلك، فهل هذه الأبواب ترونها في كتب الفقه؟ الجواب لا، لكن والله أعلم أنها تذكر تبعا لا أصالة، ولهذا بعضهم أخلى كتبه من هذه الأبواب التي ذكرناها، مع أن بعض الأحاديث الواردة في مسائل الفقه لا تخلو من فوائد عقدية أو تربوية أو غير ذلك من غير مسائل الفقه، مسائل أخرى غير مسائل الفقه، وحينئذ يكون كلمة الأحكام في من قال أحاديث الأحكام أو كتاب كذا في أحاديث الأحكام يكون من باب التغليب، لأن أغلب الأبواب المذكورة في كتب أحاديث الأحكام هي أبواب فقهية. وها هنا مسألة، وهي أن آثار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هل تذكر في كتب أحاديث الأحكام؟ الجواب والله أعلم أن ظاهر لقب هذا العلم، إن صح تسميته علما، علم أحاديث الأحكام، ظاهر لقب هذا العلم وهو كلمة أحاديث الأحكام، وظاهر صنيع المصنفين فيه أن مقصودهم خصوص الأحاديث النبوية المرفوعة، أي المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أو قوله أو تقريره، فإنهم لو أرادوا شمول هذه الكتب لآثار الصحابة رضوان الله عليهم لأوردوها في عامة الأبواب التي يذكرونها في كتبهم، كتب أحاديث الأحكام، وذلك لكثرة المأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم في مسائل الفقه، فلا يكاد يخلو باب فقهي إلا وفيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ولا يبعد أن من أسباب عدم ذكرهم أو عدم التوسع لذكرهم لآثار الصحابة رضوان الله عليهم في كتب أحاديث الأحكام، لا يبعد أنه يكون مبنياً على مسألة حجية قول الصحابي، وهي مسألة مشهورة في أصول الفقه، أقول يعني لا يبعد هذا. ومع ذلك فقد يذكر بعض المصنفين في أحاديث الأحكام يذكر آثاراً يسيرة بالنسبة لغيرها، يعني هي قليلة بالنسبة لما يذكره من الأحاديث المرفوعة، فيذكر بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في بعض الأبواب. مثال ذلك أن شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله أورد في كتابه المحرر في الحديث بعض الآثار، ومنها أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر أيام خلافته: أما بعد أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، أو كما قال رضي الله عنه. الأثر متفق عليه، وهذا مثال واحد، الغرض هو التمثيل، وإلا هناك أمثلة أخرى عنده وعند غيره. بل إن بعض المصنفين في أحاديث الأحكام صرح في مقدمة كتابه بأنه يذكر شيئاً من آثار الصحابة، إلا أنها كما قلنا هي قليلة بالنسبة لغيرها، هي قليلة بالنسبة للأحاديث المرفوعة، فعدم استكثارهم منها يدل على ما قلناه في أول الكلام من أن المقصود الأصلي من كتب هذا العلم هي الأحاديث النبوية المرفوعة، لأنها التي لا يشك أحد في حجيتها، فإنها الوحي الثاني. وأما قول الصحابي ففيه خلاف معروف في حجيته في كتب أصول الفقه، وحينئذ تكون كلمة
أحاديث مثل كلمة الأحكام، يعني المضاف يكون مثل المضاف إليه، في أن المراد بقولهم أحاديث، في قولهم أحاديث الأحكام، هو التغليب، يعني إطلاقها على ما يشمل الأحاديث والآثار إنما هو من باب التغليب، لأن أغلب ما يذكر هو أحاديث مرفوعة، فذكر آثار يسيرة لا يؤثر، فالحكم للغلبة للكثرة. هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى وهي تعريف أحاديث الأحكام. الثانية، في أول من صنف في أحاديث الأحكام ذهب بعضهم إلى أن أول تصنيف في أحاديث الأحكام هو سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 275 هجرية. ولكن أبا داود رحمه الله أضاف أبوابا ليست من أبواب الفقه، مثل كتاب الحروف والقراءات، وكتاب الحمام، وكتاب اللباس، وكتاب الترجل، وكتاب الخاتم، وكتاب الفتن، وكتاب المهدي والملاحم، مع أنه لا ينكر أهمية سنن أبي داود رحمه الله وفضل هذا الكتاب، حتى إن بعض العلماء ذكروه عند كلامهم على شروط الاجتهاد، الشروط التي يجب أن تتوافر في المجتهد. فقال أبو حامد الغزالي رحمه الله: يكفيه، يعني يكفي المجتهد، أن يكون عنده أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام كسنن أبي داود. لكن تعقبه الإمام النووي رحمه الله فقال: التمثيل بأبي داود لا يصح، لأنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه، لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه. وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود. انتهى كلام النووي رحمه الله. وقوله حديث حكمي هو ما ذكرناه في أول كلام، يقصد يعني حديث يتعلق بمسألة فقهية، هذا المقصود. وعلى كل، فمسألة الاستيعاب للأحاديث الحكمية شيء آخر، فإن كلامنا هنا في الأحاديث المصنفة في أحاديث الأحكام لا في خصوص الأحاديث المستوعبة لأحاديث الأحكام، وفرق بين العبارتين. وكلام النووي إنما هو في مسألة الاستيعاب. وذهب بعضهم إلى أن أول من صنف في أحاديث الأحكام هو الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 458 هجرية، خصوصاً كتابه المشهور السنن الكبير، كتاب السنن الكبير. قال الكتاني رحمه الله: السنن الكبرى مرتبة على ترتيب مختصر المزني، وهي مستوعبة لأكثر أحاديث الأحكام. انتهى كلامه بنحوه. ومن قبله قال الإمام السخاوي رحمه الله: كتاب السنن للحافظ البيهقي استوعب أكثر أحاديث الأحكام، لا نعلم في بابه مثله. انتهى كلامه رحمه الله. لكن الإمام البيهقي رحمه الله يذكر آثاراً كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، ويذكر أحياناً بعض آيات الأحكام. مثال ذلك عند قوله: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيرهما. قال البيهقي رحمه الله: قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. وساق الآية بتمامها، ثم قال بعد ذلك: وقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. الآية
فهو يذكر الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة وآيات الأحكام وإن لم يستكثر منها، وإن لم يستكثر من آيات الأحكام. وذهب بعضهم إلى أن أول من صنف في أحاديث الأحكام هو الإمام عبد الحق الإشبيلي الأندلسي المعروف بابن الخراط المتوفى سنة 581 للهجرة، وذلك في كتبه الثلاث: الأحكام الشرعية الكبرى، والأحكام الوسطى، والأحكام الصغرى. مع أنه ذكر أبوابا ليست من أبواب الفقه، مثل كتاب تفسير القرآن، وكتاب تعبير الرؤيا، وكتاب المناقب، وكتاب الفتن وأشراط الساعة، وباب الطب، وباب الأسماء والكنى، وباب العطاس والتثاؤب، وغير ذلك. الفقرة الثالثة: الغرض من تدوين كتب أحاديث الأحكام، يعني ما هي الفائدة التي تعود إلى الطلاب بقراءة كتب أحاديث الأحكام وحفظها. السنة المشرفة هي الوحي الثاني، يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن، فإن الله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا لابد للفقيه من العناية البالغة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل علماء الأصول من شرائط الاجتهاد أن يكون عارفا بالسنة المشرفة، لا سيما أحاديث الأحكام. هكذا تجدون في كتب الأصول معرفة، يقولون الشرط الثاني معرفة الأحاديث النبوية خصوصا أحاديث الأحكام، أو نحو هذه العبارة. وعبروا بكلمة معرفة فيها إشارة لطيفة، وهي أنه لا يشترط حفظها وإنما يكفي الاطلاع عليها، فلهذا قالوا معرفة ولم يقولوا حفظ. فلأجل هذا رأى جماعة من العلماء أن يصنفوا كتباً مستقلة عن كتب الحديث العامة، تجمع أدلة المسائل الفقهية من الأحاديث النبوية، واصطلحوا على تسمية هذه الكتب أو هذا العلم إن صح تسميته علماً بكتب أحاديث الأحكام أو علم أحاديث الأحكام. ويمكن أن نجمل أهداف التصنيف في أحاديث الأحكام في الأمور التالية: أولاً، تقريب أدلة المسائل الفقهية للطلاب وتيسير حفظها، لأن كتب أحاديث الأحكام في الغالب يكون عدد الأحاديث التي فيها أقل من عدد الأحاديث المذكورة في كتب السنة العامة، وفوق هذا أنها تختص في الغالب بالأبواب الفقهية، فيكون أيسر على الطلاب. ثانياً، تربية الطالب على معرفة الحكم بدليله، يعني كما تعلم في الفقه المسائل يتعلم في هذه الكتب دليل هذه المسائل، فيتربى على معرفة الحكم بدليله لتتهيأ فيه ملكة الاستنباط والقدرة على الاجتهاد مستقبلاً بإذن الله تعالى. ثالثاً، تقوية وتدعيم المسائل الفقهية بذكر ما يدل على صحتها من الأحاديث النبوية. ومعنى هذه الفقرة الثالثة أن بعض الناس قد يستغرب أو يستبعد صحة ما يقرأه من أحكام في كتب الفقه، فإذا اطلع على كتب أحاديث الأحكام
عرف أن أولئك الأئمة ما ذهبوا إلى ذلك الحكم إلا لدليل، فيكون ذلك تقوية لهذه المسائل وأيضا رفع الشكوك عن أولئك الأئمة والفقهاء. ثالثا، معرفة ما يصح وما لا يصح من أدلة الفقهاء، وما له شواهد من الحديث الضعيف وما ليس له شواهد، وتمييز ما يصلح دليلا وما لا يصلح، لأن كثيرا من كتب أحاديث الأحكام يذكر فيها مؤلفوها الحكم عليها صحة وضعفا، وبعضهم يشترط الصحة أصلا، سواء اقتصر على الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما أو لم يشترط أو لم يقتصر عليهما، المهم أن يكون شرط الصحة. رابعا، تسهيل الوصول إلى دليل المسألة الفقهية من السنة النبوية، فإنك لو أردت استخراج أدلة المسائل الفقهية من كتب السنة العامة لشق عليك ذلك وعسر. خامسا، معرفة المسائل الشرعية التي دل عليها النص الشرعي الذي هو الحديث، فيصون المجتهد نفسه عن إعمال القياس فيما يخالف الحديث، إذ لا قياس مع النص. لكن ينبغي أيضا أن نتنبه لمعنى هذه القاعدة، قاعدة لا قياس مع النص، يعني لا قياس مع النص يعني لا يصح القياس مع وجود النص، لكن المقصود هنا لا قياس مع النص إذا خالف القياس النص، لا قياس مع النص يعني عند المخالفة، لأن النص هو الوحي فهو أصل الأصول كلها، والقياس إنما هو فرع الوحي، فرع الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يقدم القياس على النص. فأما عند الموافقة فهل نقول لا قياس مع النص؟ يعني إذا وافق القياس المجتهد، إذا وافق النص الوارد في المسألة وافقه لم يخالفه، فهل نقول لا قياس مع النص؟ الجواب لا، بل يصح القياس مع النص، لأنه حينئذ يكون من باب تعاضد الأدلة، تعاضد الأدلة يعني أن يشد بعضها بعضا، تقوية الأدلة، الاستكثار من الأدلة على المدلول الواحد، والقياس دليل صحيح، فما الذي يمنع من الاستدلال به مع وجود النص ما دام أنه مؤيد له؟ الأمر السادس، معرفة المسائل الفقهية التي قد تكون مخالفة للحديث الشريف، فيحمل الطالب نفسه على العمل بالحديث الصحيح في المسألة ما لم يكن هناك مانع من العمل بالحديث من نسخ أو مرجوحية ونحوها. ولهذا قال الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهذه ست من أهم فوائد الاطلاع على كتب أحاديث الأحكام. رابعا، مصادر كتب أحاديث الأحكام. كتب أحاديث الأحكام جمعت من كتب السنة المشرفة، الكتب العامة، الجوامع والمسانيد والمستخرجات والمستدركات ونحوها من كتب السنة، مثل موطأ الإمام مالك رحمه الله، ومثل الصحيحين والسنن الأربعة ومسند الإمام أحمد رحمه الله، وغيرها من كتب الحديث والأثر. إلا أن بعض مصنفات أحاديث الأحكام كان المؤلف يجمعها من مجموع تلك الكتب،
يعني لا يتقيد بكتب معينة أو بكتاب معين، وبعضهم يقتصر على عدد قليل منها كالصحيحين مثلا، وبعضهم يقتصر على الصحيحين والسنن الأربعة يعني الكتب الستة، وذلك كله تبع لأولئك يعني مناهج أولئك المصنفين، لأن لكل عالم منهجا يذكره في الغالب في مقدمة كتابه، فلهذا تنوعت واختلفت طرائقهم في الاقتباس من مصادر السنة، وسيأتي بيان ذلك أكثر في موضعه إن شاء الله تعالى. خامسا، أهم الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام. الكتب المصنفة في أحاديث الأحكام كثيرة والحمد لله، ومنها المطبوع ومنها المخطوط ومنها المفقود، وسنقتصر هنا إن شاء الله تعالى على ذكر أهم الكتب المطبوعة، ثم نذكر في الفقرة الأخيرة إن شاء الله بعضا من شروح هذه الكتب. فمن الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام كتاب الأحكام الشرعية الكبرى، الأحكام الشرعية الكبرى، للإمام عبد الحق الإشبيلي المعروف بابن الخراط المتوفى سنة 581 للهجرة، وطريقته فيه الترتيب على أبواب الفقه وذكر الأحاديث بأسانيد أصحابها، يذكر الأحاديث بأسانيد أصحابها، وإن كان أكثر اعتماده على صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وضم إلى الأحاديث بعد بعض الآثار، وهو يذكر في أول الحديث يذكر من خرجه مقتصرا على واحد يقول مسلم ثم يسوق سنده، أو يقول أبو داود ثم يسوق سنده ثم يذكر الحديث. ثانيا، كتاب الأحكام الوسطى للمؤلف نفسه عبد الحق الإشبيلي. اختصر الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله كتابه الأحكام الشرعية الكبرى في كتاب آخر يعرف بالأحكام الوسطى، لكنه حذف أسانيد تلك الأحاديث، وتبلغ الأحاديث فيه ما يقارب 5000 حديث، وطريقته فيه أنه يذكر من خرجه من الأئمة في أول الحديث، فيقول كما صنع في الذي قبله، يقول مسلم عن أبي هريرة، أبو داود عن حذيفة، أو يقول أبو داود الطيالسي عن أبي هريرة، وهكذا. وقال في مقدمة كتابه: فإني جمعت في هذا الكتاب متفرقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في لوازم الشرع وأحكامه وحلاله وحرامه، وفي ضروب من الترغيب والترهيب وذكر الثواب والعقاب إلى غير ذلك، قال إلى غير ذلك من الآداب والرقائق والحكم والمواعظ وفنونا من الأدعية والأذكار وجملا في الفتن والأشراط، وأحاديث في معان أخر مع نبذ من التفسير مما يكسب حافظه العلم الكثير. انتهى كلامه رحمه الله. الكتاب الثالث الأحكام الصغرى له هو أيضا عبد الحق الإشبيلي، انتقى أحاديث الأحكام الصغرى من الكتاب السابق الأحكام الوسطى، واشترط أن تكون صحيحة الإسناد، وتبلغ أحاديث الأحكام الصغرى 115 حديثا. الكتاب الرابع كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة، تبلغ أحاديث العمدة على حسب بعض الطبعات 430 حديثا،
ورتب الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله رتب كتابه على أبواب الفقه حسب ترتيب الحنابلة، والتزم فيه إخراج الحديث مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. هكذا قال في مقدمة كتابه، ومع ذلك فقد وجدت فيه أحاديث انفرد بها البخاري رحمه الله أو انفرد بها مسلم رحمه الله. ويقال بأن اعتماده في كتابه هذا على كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي رحمه الله. وكتاب العمدة كتاب مشهور جدا وغني عن التعريف، وقد كتب له القبول وتناوله العلماء بالشرح والتعليق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. خامسا كتاب عمدة الأحكام الكبرى، عمدة الأحكام الكبرى للمؤلف نفسه الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. تبلغ أحاديث عمدة الأحكام الكبرى 860 حديثا. وقال في أوله: فهذه أحاديث في الأحكام من الحلال والحرام، اختصرتها وحذفت أسانيدها ليقرب تناولها على من أراد حفظها. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جمعها المؤلف من الصحيحين ومن السنن الأربعة، وزاد أحاديث قليلة من غير هذه الكتب، ورمز لما رواه الشيخان معا بقوله: متفق عليه، وللبخاري على انفراده بحرف الخاء، ولمسلم على انفراده بحرف الميم، ولأبي داود بالدال، وللنسائي بالسين، وللترمذي بالتاء، ولابن ماجه بحرف القاف، يعني نسبة إلى كلمة القزويني. وأما غير هؤلاء فيسميهم. وهذا الكتاب عمدة الأحكام الكبرى لم يشتهر كما اشتهر عمدة الأحكام الصغرى، ولهذا فإن العلماء إذا أطلقوا كلمة العمدة، إذا قالوا عمدة الأحكام، تنصرف إلى الأحكام الصغرى، الكتاب السابق، وليس هذا الكتاب نظرا لشهرته. وفي كل خير. الكتاب السادس: السنن والأحكام عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ومؤلفه هو الحافظ ضياء الدين المقدسي المتوفى سنة 643 للهجرة، لكن المؤلف رحمه الله توفي قبل إتمامه، وصل فيه إلى الجنايات، وكان ينبغي أن يكون بعدها، يعني كان الفرض أن يكون بعد الجنايات كتاب الجهاد، وقيل إنه وصل إلى أثناء باب الجهاد، والله أعلم، لكن الذي في المطبوع يصل إلى الجنايات، ليس فيه شيء من أحاديث الجهاد. تبلغ أحاديث هذا الكتاب 6397 حديثاً، ويذكر في هذا الكتاب الروايات المختلفة للحديث والزيادات في ألفاظه، ويتكلم عن الرواة جرحاً وتعديلاً، ويتكلم عن درجة الحديث، وهو كتاب مفيد جداً، حتى قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله بأنه أكثر كتب أحاديث الأحكام نفعاً. الكتاب السابع: المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومؤلفه مجد الدين أبو البركات ابن تيمية رحمه الله، وهو جد شيخ الإسلام رحمهم الله جميعا. وتوفي مجد الدين سنة 652 للهجرة. تبلغ أحاديث المنتقى 5029 حديثا، وقد انتقاه مؤلفه من كتاب آخر له كبير في أحاديث الأحكام، اسمه الأحكام الكبرى أو يعرف بالأحكام الكبرى، ولكنه مفقود،
كتاب الأصل هذا الذي يبدو أنه كتاب كبير جدا هو كتاب مفقود. قال مجد الدين في أول كتابه المنتقى، قال: هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها، ويعتمد علماء الإسلام عليها. انتهى كلامه مختصرا، ثم ذكر أنه جمع هذه الأحاديث من الصحيحين ومن السنن الأربعة ومن مسند الإمام أحمد. ومن منهجه أنه يرمز إلى ما رواه البخاري ومسلم بقوله أخرجاه بألف التثنية، إذا قال أخرجاه يعني البخاري ومسلم، وللبقية بقوله رواه الخمسة، ولأحمد مع البخاري ومسلم بقوله متفق عليه، هذا اصطلاح خاص له، إذا قال متفق عليه يعني البخاري ومسلم وأحمد، وفيما عدا ذلك يسمي من رواه عنه. والكتاب اشتمل على شيء يسير من أثار الصحابة رضي الله عنهم، وللمؤلف مجد الدين رحمه الله له تعليقات لطيفة واستنباطات بديعة في هذا الكتاب يذكرها عقب الحديث في مواضع كثيرة. الكتاب الثامن كتاب دلائل الأحكام، ومؤلفه بهاء الدين ابن شداد المتوفى سنة 632 للهجرة، وهو كتاب كبير حافل يذكر فيه الحديث ويذكر الحكم عليه، ثم يبين غريبه، ثم يتكلم عن فقه الحديث وكلام الفقهاء المتعلق بما دل عليه الحديث من أحكام. قال في أوله: لما رأيت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أدلة غالب الأحكام وأصولها التي تجري بمعرفتها على نظام، وأن الفقهاء قد شحنوا بها كتبهم ولم ينبهوا على الصحيح منها والحسن والغريب. انظروا، هذا يذكر بما ذكرناه سابقا، قلنا أن أحيانا الفقهاء يذكرون الحديث استدلالا على المسألة من غير إشارة إلى صحة الحديث أو ضعفه، فلهذا قال: وأن الفقهاء قد شحنوا بها كتبهم ولم ينبهوا على الصحيح منها والحسن والغريب، ولم يشيروا إلى أي كتاب تضمنها، ولم يشرحوا غريبها، ولا نبه أكثرهم على وجه الدليل منها، رأيت أن أجمع كتابا يجمع بين التنبيه على الحديث في أي كتاب ذكر، وأنبه على أنه صحيح أو حسن أو غريب، وأنبه على اختلاف العلماء من الصحابة فمن بعدهم من المجتهدين في أخذ الأحكام منه. انتهى كلامه باختصار. فالكتاب إذن هو في أحاديث الأحكام وشرحها معا، في أحاديث الأحكام وشرح أحاديث الأحكام، ويذكر أحيانا يذكر بعض آيات الأحكام. تاسعا كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام، مؤلفه تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، توفي ابن دقيق العيد سنة 702 للهجرة. تبلغ أحاديث الإلمام 1291 حديثا، انتقاه مؤلفه من كتاب كبير له اسمه الإمام، سوف نذكره بعد هذا الكتاب إن شاء الله. وقال في أول الإلمام: وشرطي فيه ألا أورد إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار وكان صحيحا على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ أو أئمة الفقه النظار. يعني يذكر في الحكم على الحديث حكم أهل الحديث وأهل الفقه،
وهذا صنيع حسن رحمه الله. عاشرا، الإمام في معرفة أحاديث الأحكام للمؤلف نفسه تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله، وهو أصل الكتاب السابق الإلمام، وهو كتاب كبير حافل، لكن فقد أكثره، أكثر الكتاب فقد، وجدوا منه مجلدا واحدا مخطوطا، فطبع هذا الموجود منه في 4 مجلدات تنتهي إلى أثناء أبواب الصلاة، يعني لا زال في البداية، ومع ذلك فقد ذكر عددا كبيرا من الأحاديث. الكتاب فيه توسع في الحكم على الأحاديث وعلى رواتها، وقد يتكلم على غريب الحديث، ويعنى كثيرا بضبط أسماء الرواة. حادي عشر، كتاب المحرر في الحديث للإمام الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 744 للهجرة. ويقال بأن ابن عبد الهادي اختصر كتابه هذا المحرر، اختصره من كتاب الإلمام لابن دقيق العيد الذي سبق معنا، مع زيادات وتعليقات، هكذا قال بعض العلماء، لكن مقدمة الكتاب تدل على غير ذلك، فقد قال في أوله: فهذا مختصر يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية في الأحكام الشرعية، انتخبته من كتب الأئمة المشهورين. لاحظوا، يقول انتخبته، إذن هو بنفسه رجع لكتب السنة، مع أن القول الذي سبق يعني ذكره بعض العلماء، ولعلهم حكموا بذلك لأجل التشابه يعني، وإلا فهو يصرح يقول: انتخبته من كتب الأئمة المشهورين والحفاظ المعتمدين، كمسند الإمام أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وابن ماجة والنسائي وجامع الترمذي وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك للحاكم والسنن الكبير للبيهقي. انتهى كلامه بنحوه مع اختصار يسير. وقد رتب ابن عبد الهادي رحمه الله، رتب كتابه على الأبواب الفقهية على ترتيب الحنابلة، لكنه ضم إلى ذلك ما ليس منها، يعني ما ليس من الأبواب الفقهية، مثل كتاب الجامع وكتاب الطب، ويذكر فيه بعض من صحح الحديث أو ضعفه، ويتكلم على بعض رواته جرحاً وتعديلاً، وضم إلى الأحاديث شيئاً من آثار الصحابة رضي الله عنهم كما صرح بذلك في مقدمة الكتاب. وتبلغ أحاديث كتاب المحرر 1324 حديثاً. الثاني عشر، كتاب البلغة في أحاديث الأحكام للإمام الحافظ سراج الدين ابن الملقن، ويعرف أيضاً بابن النحوي، المتوفى سنة 804 للهجرة. رتب ابن الملقن رحمه الله، رتب كتابه على ترتيب المنهاج في الفقه الشافعي للإمام النووي رحمه الله، وتبلغ أحاديث البلغة 508 أحاديث بالمكرر، 508 أحاديث بالمكرر. وطريقته فيه أنه يجمع أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وأضاف إليها أحاديث قليلة مما انفرد به البخاري أو انفرد به مسلم رحمهم الله، وأضاف إلى ذلك أيضاً أحاديث يسيرة من غير الصحيحين، إذا لم يجد في الباب إلا ذلك الحديث، أو كانت دلالته على الحكم أظهر من الدلالة الواقعة في حديث الصحيحين. ثالث عشر،
كتاب الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام للحافظ قطب الدين الحلبي رحمه الله تعالى، وتوفي قطب الدين الحلبي سنة 735 للهجرة، وتبلغ أحاديث هذا الكتاب 1603 حديث، واختصره كما هو ظاهر من كتاب الإلمام لابن دقيق العيد كما سبق معنا. رابع عشر كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم العراقي رحمه الله تعالى، وتوفي الحافظ زين الدين سنة 806 للهجرة، والعراقي هذا هو العراقي الأب، فإن زين الدين هو والد الإمام الحافظ ولي الدين العراقي. عدد أحاديث التقريب 416 حديثا، جمعها مصنفها على ما قيل فيه بأنه أصح الأسانيد، ومنهجه في الإشارة إلى من خرج الحديث أن الحديث إذا كان في الصحيحين لا يعزوه لأحد، يذكره مجردا من العزو فهو إشارة إلى أنه في الصحيحين، ويكون ذلك علامة على كونه متفقا عليه. فإن كان في أحد الصحيحين اقتصر على عزوه إليه، يعني فيقول مثلا رواه البخاري ولا يضم إليه غيره ولو شاركه فيه كأبي داود مثلا أو الترمذي. فإن لم يكن في واحد من الصحيحين عزاه إلى من خرجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبان والحاكم. خامس عشر كتاب خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، ومؤلفه هو الإمام النووي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 676 للهجرة، إلا أنه مات قبل إكماله، وصل فيه إلى أثناء كتاب الزكاة، ومع ذلك فهذه القطعة الصغيرة من الكتاب تبلغ 3883 حديثا، 3883 حديثا، وهو إلى أوائل كتاب الزكاة، وهو كتاب بديع يذكر فيه المؤلف الأحاديث الصحيحة والحسنة في الباب، يعني يبدأ أولا في الباب بذكر الأحاديث المحتج بها وهي الأحاديث الصحيحة والحسنة، ثم يذكر في آخر الباب الأحاديث الضعيفة عنده تنبيها على ضعفها لئلا يغتر بها الناس، يعني طبعا كما قلنا بناء على حكمه وعلى الحديث. وأراد مؤلفه رحمه الله أراد به الاستكثار والشمول، بحيث يذكر كل ما صح أو ما ضعف من أحاديث الأحكام، ولهذا قال في مقدمته وأذكر فيه إن شاء الله جملا متكاثرة هي أصول قواعد الأحكام إلى آخر كلامه، مع أنه وصفه بالاختصار، يعني على سعته وصفه بالاختصار، فقال في أوله وقد استخرت الله في جمع مختصر في الأحكام إلى آخره. السادس عشر كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 852 للهجرة، وهو كتاب جليل القدر غني عن التعريف، بل هو أشهر كتب أحاديث الأحكام، كتب الله له القبول واشتهر في المسلمين شهرة بالغة، وتناوله العلماء بالشرح والتعليق، تبلغ أحاديث البلوغ 1568 حديثا على حسب بعض الطبعات،
وقال في مقدمته: فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وطريقته فيه أنه يورد أحاديث الباب الفقهي ثم يعقب كل حديث بذكر من أخرجه من الأئمة على سبيل الإيجاز مع ذكر الحكم عليه، لكنه تارة يذكر حكمه هو، يحكم هو بعبارته هو، وتارة يكتفي بحكم غيره، وأحياناً لا يذكر الحكم على الحديث. وإذا قال أخرجه السبعة فمراده أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربع، وإذا قال أخرجه الستة فالمقصود الصحيحان والسنن الأربع، وإذا قال الخمسة فمراده أحمد والسنن الأربع، وإذا قال الأربعة فمراده أصحاب السنن الأربعة، وإذا قال الثلاثة أخرجه الثلاثة فالمراد أبو داود والنسائي والترمذي، وإذا قال متفق عليه فالبخاري ومسلم، وما عدا ذلك يبينه، يبين من أخرجه يعني، فيقول مثلا أخرجه أبو داود، أو يقول أخرجه أحمد وابن ماجه ونحو هذه العبارات. ولعلنا نقف عند البلوغ إن شاء الله تعالى، ونكمل غدا بإذن الله تعالى بقية كتب حديث الأحكام وذكر بعض شروحها إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.